السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كنتمنى تكونوا بخير ومرحبا بكم في درس آخر من الكورس ديال جافا سكريبت دوم. حنا في الدروس السابقة شفنا أن بعض الخصائص والميثود تي الدولينان عناصر في اش في اتش تي ام ال كوليكشن، والبعض الآخر كيردهم لينا في النود ليست. اشنا هي بعد اتش تي ام ال كوليكشن، واشنا هو النود ليست، واشنا هو الفرق بيناتهم، واشنا هما الميثودز اللي كيردوا لك العناصر في الاتش تي ام ال كوليكشن واللي كيردوا لك في النود ليست. هادشي كامل اللي غادي نجاوبوا عليه في هذا الدرس، يعني اشنا هي هادي واشنا هي هادي، واهم حاجه في هذا الدرس هي كيفاش غادي نحولهم للاراي اللي كنعرفو. واش صافي حيت ما عندوش هما الحق اننا نوصلوا الميثودز والبروبرتي اللي كنعرفو حنايا في الاراي اللي تعلمنا في الجافا سكريبت، واش صافي غادي نخليهم على خاطرهم؟ لا، غادي نحولهم. حنا غادي نقولوا ليها باللي حنايا غادي نتكلفوا بالتحويل ديالك، يعني حنايا غادي نحولوا كل الاراي ديالك، وديك الساعه غادي نوصل للخصائص والميثودز اللي بغيت. يعني ما غادي ناخذش لك انت الخاطر حيت انتيا ما كتحوليش، ولا انت ماشي اراي، ولا انت اراي من نوع اتش تي ام ال كوليكشن، ولا انت اراي من نوع النود ليست. لا، انا غادي نحولك الاراي. هادشي اللي غادي نشوفه في الدرس ان شاء الله. اجي اول حاجه نشوف اشنا هما البروبس والميثودز اللي كيرجعوا هاد النود ليست، واشنا هما البروبس والميثودز اللي كيرجعوا ل اتش تي ام ال كوليكشن. مزيان، نمشيو للكونسول ديالنا. اجي نمشيو للكونسول ديالنا، نكبروا هنايا ونخدموا في الكونسول. اش شفنا حنايا لحد الان؟ شفنا دوكيمنت، عندما دوكيمنت صغار عندنا دوكيمنت دوت ايماجز، ياك شفنا دوكيمنت دوت ايماجز. هانتوما تيقول لي دوكيمنت دوت ايماجز كيرد لينا اتش تي ام ال كوليكشن. هانتوما نمشيو هكا ونديرو هكا. يعني دابا حنايا تنهضرو على اتش تي ام ال كوليكشن. مزيان، عندنا اول حاجة كترد لينا اتش تي ام ال كوليكشن هي ايماجز. مزيان، اجيو نشوفو تاني لينكس. هانتوما دوكيمنت document dot links، نمشيو دقة هانتوما حتى اللينكس كترجع لينا ايماج، ترجع لينا ربي اتش تي ام ال كوليكشن. اجيو نشوفو تاني اش عندنا باقي. عندنا السكريبت، ياك مزيان قال لنا واحد السكريبت او دو لينا في اتش تي ام ال كوليكشن، باش نعرفو كل حاجة اشنو كدير. عندنا شنو باقي؟ عندنا document dot forms. انتم دوت فورمز اش كترجع لينا؟ كترجع لينا اتش تي ام ال كوليكشن. مزيان، عندنا دوكيمنت دوت جيت اليمنت باي كلاس نيم، يعني جيت اليمنت باي كلاس نيم كتمر مثلا في الداخل ديال واحد الكلاس وكتسد. اجي نشوف هاد الكلاس فاش غتهضر. انتم كترجع لينا اتش تي ام ال كوليكشن. مزيان، عندنا get elements by tag name. اجي نشوف واش كترجع لينا حتى هي، واش الحاجه كل حاجه نفهموها وانك تكون خدام في الدوم وفاهم كل شيء، يعني حتى حاجه مازال ليها انتم، حتى واحد ما يجي مازال يغمق عليك. انتم اتش تي ام ال كوليكشن get element by tag name. مزيان، دابا اجيو نجربو document انتم document dot query selector all. مزيان، هاي query selector all غادي نجيرو هكا، وغادي نجيرو فيها مثلا شي selector مثلا نقول ليها مثلا ها هو. اش كتلاحظوا؟ انه رجع لينا نود ليست انتما كما كتلاحظوا هنايا. مزيان، انتما query selector all. مزيان، ولكن بالنسبه لجيت element والجيت، المهم قلت لك element باي اي جي والكويري سيليكتور اشنو كيرجعوا لنا؟ قلنا انهم هادو خاصين بسينجل اليمنت، يعني دوك العناصر اللي كيرجعوا لك هاد الميثود هادو ما كيجي لهم حتى شي تفصيل شي اري. انتم كما تلاحظوا انه تيرجع لك عنصر واحد، يعني ما تيجيش في وسط واحد الاري، داك الشيء ما كيرجع لك لا اتش تي ام ال كوليكشن لا نود ليست. انتم تيقول لك نال حيت الشيء يرجع لك عنصر واحد. اجي نجربوا ثاني جيت اليمنت باي اي جي. انتم جيت اليمنت باي اي جي انتم تيقول لك نال. مزيان، يعني هاد العناصر اجي نشدوهم هنايا ونجيروهم هنايا في التحت، واخا ماشي واش انك اللي تكون عارف، يعني كل حاجه تكون عارفه. هانتوما عندنا هذا مزيان، وعندنا جيت اليمنت باي اي جي. قلنا اش فايتينا؟ قلنا انه ديال سينجل اليمنت. حنايا نعاودو نديرو منها مراجعه. سينجل اليمنت يعني ما كيرجعوش، هانتوما ما كيرجعوش اري. مزيان، ما كيرجعوش
مزيان. ايوا دابا اجو نشوف اشنا هما الفروقات بينهم. اول فرق كاين بين الاش تي ام ال كوليكشن والاش تي ام والنود ليست. يعني اول فرق كاين بين الاش تي ام ال كوليكشن والنود ليست هو اش؟ هو انه الاش تي ام ال كوليكشن ما عندهاش الفور اتش، ولكن النود ليست عندها الفور اتش كما فايتينا قلنا. يعني هذا هو الفرق، يعني هذا التصادم بين نجلو جميع الفروقات اللي كاين بيناتهم. مزيان، يعني قلنا انه الاش تي ام ال كوليكشن هاجي ما عندهاش فور اتش، عندهم نوت، عندهم نوت فور اتش، ولكن النود ليست عندها فور اتش. يعني شنو كتقصد؟ باش كنعرفوا واش عندها فور اتش ولا لا كنمشيو للبروتوتايب ديالها. انتم دوك تشوفوا كيفاش فور اتش. مزيان، يعني احنا غادي نمشيو نديرو خاصيه كترجع لينا لا اش تي ام ال كوليكشن، بحال مثلا اجي نديرو دوكيمنت مثلا دوت جيت ايليمنتس باي كلاس نيم، نحطوه على كلاس مثلا ا مثلا كما كان غير تقجيره، ونمشيو نحطو مثلا دوكيمنت انتم دوكيمنت دوت كويري سيلكتور اول، كويري سيلكتور اول، ونقول مثلا حتى هو ا مثلا، ونمشيو هنايا طاق ا، ونمشيو هنا قلنا انه هو دلينا النود ليست. شنو كتقصد عبد الصمد بالبروتوتايب؟ هو انه ملي تنجيو لهنايا ومي كنجيو لهنايا وكنحلو هاد البروتوتايب هاجي ها هي، يعني هاد البروتوتايب هي اللي فيها جميع الخصائص او الميثودز اللي متعلقه بهاد الاري ديالك اللي رجعت لك. مزيان، يعني كتجي هكا هانتوما اش كتلاحظوا؟ اجي نمشيو لهنايا اجي نصغروا هادشي. اشنو كتلاحظوا انتم هنايا؟ كتلاحظوا ان هاد الاش تي ام ال كوليكشن عندها الايتيم اللي قلنا اننا تنطرقيتو بيه عنصر وسط الاش تي ام ال كوليكشن عن طريق اش؟ اشنو قلنا؟ عن طريق الاندكس. مزيان، وعندها اللينك، هانتوما عندها اللينك اللي كيجيب لينا الطول، وعندها هاد النيمد ايتيم ماشي مهمه. مزيان، وهنا اش كنلاحظوا؟ كاين الانتريز وعندنا الاي الفور اتش وعندنا الايتيمز وعندنا الكيز وعندها هاهي تاني عندها اللينكد وعندها الايتيم، ولكن فايتها فواحد الحاجه هاد الانتريز والكيز ما عندنا ما نجرو بهم اون فاليوز. انا كيهمني هاد الفور اتش تعلمنا، يعني احنا عندها فور اتش. هانتوما اش كتلاحظوا؟ هنايا ما عندهاش فور اتش، يعني من هنا عرفنا حنايا بلي هاجي عندها فور اتش وهاجي لا هو، يعني هاجي عندك الحق انك توصل لفور اتش، هاجي ما عندكش الحق انك توصل لفور اتش، يعني ما عندهاش. تتقول لك تتقول لك الله غالب ما عنديش، ولكن هاجي تتقول لك لا انا عندي فور اتش. ولكن اشنو قلنا؟ قلنا واش ان هاجي حيتاش هاجي مسكينه ماشي الراي وما عندناش الحق اننا نوصلوا لسميتو الميثود اللي تنعرفو، وتانا هاد النود ليست عندها فور اتش وما عندناش الحق اننا نوصلوا مثلا بحال الماب، نوصل للفلتر، نوصل للماب، يا ربي نوصلوا للفايند، نوصلوا لافري، نوصلوا للسام، نوصلوا كاع دوك الميثود اللي تعلمنا، وصافي غادي نبقاو واخدين لهم الخاطر، صافي نقول لهم حيتاش ما عندكمش صافي الله غالب، لا غادي تقول لي انا غادي نحولك بزز منك للاري، كيفاش غادي نحولك للاري؟ هادشي اللي غادي نتعلمو دابا. مزيان، اجيو لهنايا، اجي نمشيو للايديتور ديالنا. حنايا اش تعلمنا في الكورس ديال جافا سكريبت؟ شنو تعلمنا؟ تعلمنا الى عندك مثلا تخيل عندك واحد سترينغ، واحد سترينغ كيساوي هالو هالو. اش هي الطريقه اللي تعلمنا باش اننا نحولو للاري؟ تعلمنا جوج طرق، تعلمنا كونسول هانتوما كونسول دوت لوغ، وتعلمنا الطريقه الاولى اللي هي سبليت هانتوما كتقول ليه الفراغ. اجي ما غاتهمناش دابا حنا في هذا الدرس، المهم انا بغيت نذكركم هانتوما هو تحول للاري. اجي نكبرو هنايا هانتوما كما كتلاحظوا انه هو تحول للاري. واشنو هي الحاجه اللي تعلمنا الثانيه في من دخلنا في الاكما 6 في الاري؟ شنو هي الحاجه اللي تعلمنا؟ تعلمنا واحد الحاجه سميتها الاري دوت فروم. ها انتم يعني اش غتقول لي هنايا؟ غتقول لي ها انتم غتقول لي اري دوت فروم اش اس تي ار. اجي نشوف واش نكتبوا ولا لا، اش بيحولها اش غادي يحولها؟ اللي غادي يحولها لعباره عن اري. ها انتم مع غنجي ريفريش غتلاحظوا انه دار نفس الخدمه ديال السبليت وبالطريقه تاع الكونستراكتور. اش كنقصد بالكونستراكتور؟ هو الكونستراكتور اللي سميتو اري، يعني حاجه مبنيه خاصه بالاري وعنده واحد الميثود سميتها فروم، وهاد فروم كتحول لك سترينغ ديالك لاش الاراي. مزيان، اش هي العلاقه تاع هاد الفروم هاجي بهذا الشيء اللي تنقولو في الدوم؟ دابا غادي نشوفو العلاقه بيناتهم. اجي نمشيو لل اتش تي ام ال ديالنا وغادي نديرو هنايا واحد ا مثلا هانتوما حتى نقول مثلا هالا، اجي نقلب واحد الديف اجي نقول مثلا واحد اتش 3 مزيان عندك كلاس ا، وعندك مثلا واحد الباراغراف عندك كلاس ا مثلا حتى هي نقول مثلا واحد لورين 25 مزيان، وغادي نجيو هنا بكل سهوله غادي نزيدو واحد اخر غادي نقول مثلا واحد اتش 4
عنده تاوقع مزيان، عنده واحد اللوري مثلا خمسة حنا شي متي منير. اش قلنا ان الكويري سيليكتور اول اللي كترجع لينا النود ليست اجي صافي خصك تكون حافظه، والجيت اليمنتس باي اي جي كترجع لينا الاش تي ام ال كوليكشن اجي نخدمو بالاولى. اجي قلنا دابا عندنا الاري فروم ياك مزيان، اجي نخدمو بالاولى كونست انتوما كونست مثلا اليمنتس انتوما اليمنتس، وغادي نقول ليه الدوكيمنت. الدوكيمنت يقول لك هو اش، كتقول لي نتايا جيت اليمنتس جيت دوكيمنت دوت جيت اليمنتس باي كلاس نيم. اش تعلمنا في التصليفات كنقول هنا يا ما تجيش النقطه تاع الكلاس مزيان، غنقول ليه مثلا كونسول دوت لوغ اليمنتس. شنو غادي يطبع لينا؟ اجي خصك تكون نتايا عارف اش غادي يطبع قبل ما يطبع. صافي غادي يطبع لك اش تي اش سميتو اش تي ام ال كوليكشن فيها العناصر ديالك اللي عندهم الكلاس ا. ها انتم ولكن عباره عن اش؟ عباره عن اش تي ام ال كوليكشن. انا ما بغيتهاش تكون اش تي ام ال كوليكشن، لا انا بغيتها تكون الاراي اللي كنعرف. انا بغيت نوصل للميثود اللي تعلمت. واش بتقول لي واش انا داكشي تعلمت واش ضيعت به الوقت ولا كيفاش؟ لا غادي نوصل ليه. يعني شنو غادي دير؟ بكل سهوله غتمشي لهنايا غدير الاراي. ها انتم ار اجي نمسحو ثاني اجي نحيد هاد الدوكيمنت ونكوبيوها. شنو غتجي؟ غتجي لهنايا غتقول لي اراي اللي تعلمنا في الكورس ديال جافا سكريبت. الا ما كنتيش كتعرف اراي دوت فروم رجع للكورس ديال جافا سكريبت غتلقى درس تيشرحها بالتفصيل مزيان. تقول لي اراي دوت فروم ها انتم تتقول لي هنايا وكتحط هنايا دوكيمنت دوت جيت اليمنتس باي اي جي. ايوا دابا اجي نشوفوا الماجيك اللي غيطرى، اجي نشوفوا واش صحراتها ولا لا، واش غتحولها ولا لا. ها انتم واش كتلاحظوا انها عباره عن اراي، ما بقاش اش تي ام ال كوليكشن اللي كنعرفوا، لا هادي دابا راه اراي. ها انتم اراي كما كنعرفوا. اجي نشوف البروتوتايب ديالها. ها انتم اجي نشوف البروتوتايب. ها انتم عندك جميع الخصائص والميثودز اللي تعلمتي. ها انتم ات كونكات كونستراكتور كوبي ويتن انتريز افري فيل فلتر فايند فايند اندكس فلات فلات ماب فور اتش واجي كامل تعملها انكلوز اندكس اوف. يعني كلشي عندك، يعني عندك جميع الميثودز. ها انتم كما كتلاحظوا يعني شنو كتقصد؟ واش دابا هاد الاش تي ام ال كوليكشن نقدر نجليها فايند سميتها فور اتش؟ اي تقدر تجي لها فور اتش. هانتوما 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 اليمنتس دوت اش دوت فور اتش. هانتوما غتقول لي مثلا اليمنت هانتوما اليمنت وغتجي لي هنايا غتقول لي تاني كونسول دوت لوغ اليمنت وغادي نشوف واش قبلها ولا لا. واه هانتوما كما كتلاحظوا انه غادي يطبع لي العناصر ديالي كاملين. اجي اليمنت خاصني واحد ايه انتما كما كتلاحظوا انه غادي يطبع لي العناصر كاملين تاعي وما عندو حتى شي مشكل، حيت اصلا حولنا حنا دابا الاراي ما بقاش اش تي ام ال كوليكشن. تيقول لك بما انك تعذبتي وحولتيني الاراي انا ما عندي الا انني نقبل كاع داكشي اللي غدير فيا، يعني كاع داك الميثود اللي غتمرر في وسط مني ما عندي ما نقول باقي صافي. انت هذا الشيء الصعيبه يعني حولتيني الاراي دابا انايا بزز مني غادي نتقبل ديك الفور اتش وانه تيطبع لك العناصر ديالك كاملين. اجي نجيو الماب عقلتو الماب قلنا اش قلنا في الماب؟ قلنا انها ترجع كترجع واحد الاراي جديده. ها انتم دوك العناصر كاملين غادي يجيو لك فواحد الاراي جديده. ها انتم الروتون اش تعلمنا في الكورس ديال جافا سكريبت مزيان. غادي نجي لهنايا غادي نقول لي مثلا كونست اكس نقول لي مثلا كونسول دوت واخا ديك اكس ما كتعبى على السميه ولكن يعني اكس نجيو سيف. انت دابا بكل حريه انت بيرجع لك هاد العناصر كاملين في نيو اراي، يعني الماب كترجع لك نيو اراي مزيان. واش نقدر نجي ليها بوش؟ تعقلت على بوش ولا نجي بوب؟ اجي نجي بوب اجي نقول لي مثلا ها انتوما اليمنتس دوت بوب. شنو كتجي بوب؟ كتمسح اخر عنصر. ها انتوما اليمنتس دوت بوب واجي هكا واجي نقول لي ثاني كونسول دوت لوغ اليمنتس. ها انتوما كما كتلاحظوا ان هاد الاتش 4 غاتطير، يعني تقدر دير اي حاجه تعلمنا في الاراي. ها انتوما اليمنتس هنايا ها انتما غتقول ليه هنايا اليمنتس اليمنتس از نوت ديفايند. ها انتما كما كتلاحظوا ان الاتش 4 طارت. هاد الاتش 4 هادي ما بقاتش لا درتي لها بوب يعني مسح اخر واحد. يعني اش بغيت نوصل لك انك تقدر دير اي حاجه تعلمتيها في الاراي مي كتحولو مزيان. دابا كاين اللي بيسولني يقول لي دابا اللي عندك الكويري سيليكتوري كترد لك نود ليست شنو غادير؟ حتى هي غادير لها نفس الحاجه. ها انتما يعني هاد الاراي دوت فروم كتحول بها نود ليس والاش تي ام ال كوليكشن لاش. حنا بنجرو هاجي وغادي نجرو هنايا النقطه تاع الكلاس حيت جابتها نطرقيتو بالسي اس اس 3. يعني
شنو يعني هاد الاراي دوت فروم الاشياء من الكوليكشن والنود ليست كتحولهم للاراي، يعني هادشي اللي كتكلف بالتحويل ديالهم. ها انتم غنقولوا تاي كونسول دوت لوغ ايليمنتس، مزيان غادي نجيو هنايا غادي نديرو سيف ايليمنتس، ها انتم داكشي بكل تفصيل ايليمنتس يجيك. ها انتم غايقول لي البروتوتايب ديالو عندك جميع الخصائص اللي متعلقه بالاراي ديالك، مزيان. يعني شنو قلنا انه باش تحول، ها انتم غنجيو الخلاصه دابا، دابا وصلنا للخلاصه. ها انتم باش انتم كتبوا هكا باش تحول، ها انتم المهم كتبوا هكا HTML collection and نود ليست الاراي. شنو كتخدم؟ كتخدم هاجي كتخدم اراي دوت فروم، وكتجي في وسط منها العناصر جيرك، يعني هنايا كتحط العناصر جيرك، وهنايا راه درتي كونفيرت اش ام ال كوليكشن كوليكشن اند نود ليست تو اراي، يعني كونفيرتيها الاراي، مزيان. وكان هذا هو الدرس ديالنا. اش نجيو خلاصه دغيا، قلنا انه واش هو الفرق اللي كاين بين الاتش تي ام ال كوليكشن والنود ليست، هو انه النود ليست عندها فور اتش، ولكن كون اتش تي ام ال كوليكشن ما عندهاش نود، ما عندهاش فور اتش. وقلنا ان الخصائص والميثود اللي تيوجو اتش تي ام ال كوليكشن هي الايماجز واللينكس والسكريبت والفورمز وجيت اليمنت، جيت اليمنتس باي كلاس نيم وجيت اليمنتس باي تاج نيم، والكويس سيليكتور هي اللي كترجع النود ليست، مزيان. وقلنا انه ان الكويري سيليكتور او جيت اليمنت باي اي جي ما كيرجعوش لا اش تي ام ال كوليكشن لا نود ليست. علاش؟ حيتاش ما كيرجعوش اراي، حيتاش كيرجعو عنصر واحد. وقلنا انك باش تحول اش تي ام ال كوليكشن ان نود ليست الاراي كتخدم الاراي دوت فروم، وهادي اللي مكلفه بالكونفيرت ديال اش تي ام ال كوليكشن ان نود ليست للاراي، مزيان. وكان هذا هو الدرس ديالنا، وكنتمنى انكم حققتوا اكبر استفاده، ونتلاقاو في درس اخر ان شاء الله.